هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله. اللهم إني أعلم أني عصيك ولكني أحب من يطيعك، فاجعل اللهم حبي لمن أطاعك شفاعة تقبل لمن عصاك. اللهم إن بعض خلقك قد غرهم حلمك واستبطأوا آخرتك فلم يتبعوا القرآن وسخروا من أهل الإيمان، فأسألك ألا تمهلهم حتى لا يكونوا أسوة لكفر غيرهم. اللهم إني أحمدك على كل قضائك وجميع قدرك، حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إن في سترك لعيوبنا وفي أمر عبادك بالستر علينا بشارة بالمغفرة، فما كنت لتستر في دار الفناء لتفضح في دار البقاء، وحتى لا نزهد في حسنات من نعرف له سيئة وحسبنا جزاء على ستر عيوب سوانا أن تستر غيرنا عن عيوبنا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إنا ندعوك ضراعة نداء وزل احتماء، لأننا نعلو بما تشاء على ما نشاء. اللهم إنك شرعت السؤال راحة بال، وإلا فماذا نسأل وقد أعطيتنا قبل أن نعرف كيف نسأل. يا مالك كل من ملك، ولذلك تؤتيه من تشاء وتنزعه ممن تشاء، ولك من عالم الملك ما لا يملك، ولك من عالم الملكوت ما لا تطلع عليه إلا عباد الرحموت، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا رسول الله. اللهم إني أسألك أن تبسط لساني بشكر النعمة منك، وأسألك أن تقبض عن نفسي تلصص الغفلة عنك. يا مالك قبل أن يوجد مملوك،
ويا أول لا قبل آخر، ويا آخر لا بعد أول، فذاك في ذاك، فقف أيها العقل عند منتهاك. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، ولذلك تحمي من الضر من يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك ولا تقال إلا لك، حذرتنا أن لا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، أحمدك ربي وأستعينك، وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد. اللهم إني أسألك أن تجعل ما وهبتنا مما نحب معونة لنا على ما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم لا تجعل أنسنا إلا بك، ولا حاجتنا إلا إليك، ولا رغبتنا إلا في ثوابك والجنة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.